ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شكراً ناس الكل أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام. هذا ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. تنجموا تسمعونا على البوند فام 90.3 وإلا على البيج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلها الحياة فام بالفرنسية، أو بيان تسمعونا على لايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فام .net. رحب بفريق العمل اليوم معنا إمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سيام حمدي في ريكاب ميدي لليوم من توا حتى لساعتين. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ نحكي على بلاغ جديد، وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من برمجية خبيثة جديدة، باش نتعرفوا عليها وخاصة كيفاش نجمو نحمي أرواحنا، خاصة في ظل وجود برشا اختراقات قاعدة تصير حتى للبنك المركزي مؤخرا، واللي تم فتح تحقيق في هذا الغرض. منظمة أوفية ترفض مرسوم مؤسسة فيدا وتوصف بمرسوم الذل والمهانة، باش نعرفوا علاش، لخاطر البارح حكينا مع الأستاذ شرف الدين القليل اللي يوصف هذا المرسوم بالإيجابي، نقطة إيجابية، ولكن اليوم وجهة نظر أخرى تعتبر أنه هذا المرسوم هو بمثابة الإهانة لعائلات شهداء وجرحى الثورة. وفود أوروبية تزور تونس هذه الأيام، لقاءات ماراثونية مع رئيسي الجمهورية والحكومة، باش نرجع عليها بالتحليل بأكثر تفاصيل. 93 دولة في الجمعية العامة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، قراءة في هذا الخبر في تعليق عضوية روسيا في هذا المجلس وخاصة مواقف الدول العربية. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي، مرحبا بكم الناس الكل. Tout de suite, ريكاب ميدي. نص النهار و17 دقيقة، أنتم تسمعوا في إذاعة الحياة فام في ريكاب ميدي، وكالعادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم نحكي على برمجية خبيثة جديدة أعلنت عليها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. خلينا نعرف عليها أكثر تفاصيل خاصة مع تكثر الهجمات السيبرنية في هذه الفترة. معنا بالتليفون السيدة أمال الوسلاتي المكلفة بالأعلام في الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. مدام أمال عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مدام أميل، دونك نشوفوا شنو هو الإشكال. مدام أميل كانت تسمع فينا حالة راديو، ماذا بينا تسمعنا بالتليفون. دونك قلت في ظل الهجمات السيبرنية خاصة اللي طالت البنك المركزي في الفترة الأخيرة تقريبا عندها 3 أسابيع، وين النيابة العمومية فتحت تحقيق في هذا الموضوع، واللي برشا تشكيت من انه يعني هالهجمات هذه راهي تنجم تمس المعطيات الشخصيه وتنجم تمس المعطيات اللي في البنك المركزي الكل. بطبيعه الحال مش كان البنك المركزي كهو، حتى على مستوى العالم فما هجمات كبيره برشا. اليوم الوكاله تحذر من برمجيه خبيثه جديده، واكيد باش تعطينا اكثر تفاصيل عليها اولا، وثاني حاجه باش تقدم نصائح معناها كيفاش النجم نتفدي والخطورة امتاحة. نشوفوا كان معنا مدام أمال الوسلاتي المكلفة بالأعلام في الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، باش تعطينا على هذه البرمجية الخبيثة الجديدة أكثر تفاصيل. معنا إمنة، تقولي معنا مدام أمال. مدام أمال مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك أختي هام، وتحية لك ولكل السادة المستمعين والسيدات المستمعات. شكرا جزيلا لك مدام أمال. إذن لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على هذه البرمجية الخبيثة الجديدة، خلينا نفهمها أكثر.
إحنا كما تفضلت بالذكر كانت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أعرضته تحذير. مدام أميل راه ما عندكش ريزو، مانيش نسمع فيك بالقدا، رجاء أنت قعد في بلاصة فيها ريزو باش نجمو نسمعوك بكل وضوح. هكا تسمعوا فيا أختي هكا نسمعوا فيك مدام أميل تفضل. إذا كما تفضلت أنت بالذكر كانت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية منذ قليل أصدرت تحذير إلى مستعملي الشبكات المعلوماتية والإنترنت بخصوص ظهور برمجية خبيثة جديدة بصدد الانتشار تحمل اسم بولات رات. للتوضيح فإنه البرمجية الخبيثة هذه هي عبارة عن حصان ترويدة في نسخة معقدة تجمع ما بين وظائف التجسس وهجمات حجب الخدمة ديدوس وأيضا البرمجيات الخبيثة اللي تم عبرها طلب فدية. تقوم البرمجية الخبيثة هذه بجمع المعطيات الخاصة اللي توجد في أجهزة المتضرر وهذه تم عبر التقاط كل ما يكتب على لوحة المفاتيح يعني نحكيه على الكلافيه وأيضا تقوم بتسجيل كل ما هو صوت وفيديو وكاميرا ويب. بالإضافة لهذه تقوم بسرقة البيانات على غرار معطيات الهوية اللي تبدأ مخزنة في متصفحات الويب لنافيغاتور ويب. في الإطار هذه كانت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دعات مستعملي الشبكات المعلوماتية والإنترنت إلى اليقظة وإلى الرفع من درجة الحذر وخاصة على الحرص على أنه نقوم بالتحيين الدوري والمنتظم لأنظمة الاستغلال ولمتصفحات الويب. أيضا أكدت الوكالة على ضرورة أن قبل ما نقوم بفتح وقراءة كل رسالة إلكترونية توصلنا تأكدوا من صحة ومصداقية المرسل وهذه سواء بالنسبة للرسائل توصلنا عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات التراسل الإلكتروني الخاصة بمعندها مسنجر وواتساب وإلى غير ذلك هكا ولا مدام الخاصة بتطبيقات التراسل الإلكتروني الخاصة بالفيسبوك والواتساب والإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حال وجود أي شك أو ريبة من الضروري إن معناتها أول حاجة ما نقوموش بفتح والفيديوهات. مدام أميل مدام أميل بربي تعود لي خطر الصوت غاب علينا. وفي حال اوكي في توا اي توا نسمع فيك ناظرة. اذا وفي حال وجود اي شك او ريبة من الضروري ان ما نقوموش بفتح الروابط المصاحبة للرسالة الالكترونية من صور او فيديوهات او غيرها ونقوم بحذف الرسالة. ايضا وصلت الوكالة بتجنب ان نقوم بتحميل برمجيات. سمحني مدام أميل الصوت عاود رب منيش نسمع فيك بالقدا منحلوش. إذا كان صور تعلق تليفون مع مدام أميل سيف لو كانت تعاود تطلب لنا الرقم في سعفيسة دونك نعاود نذكر بالكلام اللي قالته مدام أميل هذوما يجيو عن طريق يعني رسائل إلكترونية إما على زيميل وإلا على الميسنجر وإلا انستغرام وإلا واتساب إلى غير ذلك تجي في شكل ليا وإلا تصويرة وإلا فيديو. دونك الوكالة وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من أنك تفتح أي رسالة مشبوه فيها على خاطر يتم بعد دفع الفدية. والبرمجية الخبيثة هذه دو تيل فاسون هي نسخة معقدة تنجم تتمكن من التجسس ويعني حتى شنو تكتب في الكلافيي راهي تنجم تكبتي وتنجم زادة توصل للجهاز نتاعك كان فيه تصاور كان فيه دي فيديو تنجم تستحوذ عليهم. البرمجية هذه اللي هي تسمى ببورات رات. ترجع معنا مدام أميل مرحبا بك يا مدام أميل مرة أخرى لو كنت كاملا أختي هيم والمعذرة على
على الانقطاع معناتها اللي مش هو مشكل مدام امين. اي تفضل. اذا قلنا انه في الاطار هذايا كانت الوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه اكدت على ضروره ان من ثبت في كل رساله الكترونيه تصلنا وخاصه في صحه ومصداقيه المرسل، وهذايا عبر ان نتاكدوا من كل معناتها المضامين اللي توصلنا سواء عبر اللغه اللي نستعملوها او عبر كاين ثم معناتها دي فوت دوغتوغراف هوني نحكيو على الاخطاء الموجوده في الكتابه وغيرها، وهذا يخص قلنا جميع الرسائل سواء كان عبر البريد الالكتروني او تطبيقات التراسل الالكتروني الخاصه في الفيسبوك او الواتساب او الانستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. في حال وجود شك او ريبه في مصداقيه الرساله هذه ما نقوموش اذا بفتح الروابط او الصور او الفيديوهات المصاحبه، وبالطبع ما نجاوبوش على الرساله وايضا نقوم بحذفها على الفور. ايضا دعات الوكاله الى تجنب ان نقوم بتحميل وتركيز برمجيات وتطبيقات واضافات تكون من مصادر غير موثوق فيها، ودعات الى ان نربطوا بالانترنت بحساب يكون محدود الامتيازات، وخاصه ان نحسوا على ايش معناها حساب محدود الامتيازات مدام امال. يعطيك صحة سؤال أختي هام. إذا إننا نرتبطوا بحساب محدود الامتيازات بالإنترنت هو إن ما نكونوش أدمينستراتور، يعني ما نكونوش متصرفين وتكون الامتيازات متاعنا محدودة باش الله يقدر وقت ثم هجمة أو قرصنة الحساب هذاك يكون القرصان ما عندوش امتيازات كبيرة. ايضا من النصائح الهامه اللي كانت وجهتها الوكاله هو ان نحثوا على التخزين الدوري والمنتظم للمعطيات الهامه والحساسه خاصه، وهذا يكون على كل صلب خارجي او على غيره من الوسائط اللي تكون غير مرتبطه بالانترنت. واضح به واضح دونك نتفاداو ان نحلوا الميساج هذايا، وإذا كان غلطنا وحليناه مدام أمال شنو يصير؟ هو هذا اللي ما يلزموش يصير، وعلى هذايا معناتها قاعدة تويتر معناتها النصائح اللي تقدمها الوكالة واللي هي نصائح عملية وسهلة. إذا كان حلينا بالطبع المساج هذايا والروابط نتاعو بالطبع باش تتم الإصابة بالبرمجية الخبيثة هذايا، وباش يولي القصام يسجل جميع المكالمات والمحادثات والصور وغيرها من المخاطر اللي ممكن تنجر على هذه. واضح، مشكورة جدا سيدة أمال الوسيطي المكلفة بالأعلام في الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على مدنا بكل هذه التفاصيل. سمعتوا نصائح، دونك تجيكم رسالة إلكترونية مهما كانت يعني على أي وسيط ما تحلوهاش وما تحلوش الصور واليانات اللي تكون فيها، وتقوموا بمحوها فورا حسب تحذير وكالة السلامة المعلوماتية. نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان ومجاورها. Tout de suite, récap midi. النهار 49 دقيقة على إذاعة الحيت فم، أنتم تسمعوا في récap midi. أنتم تسمعوا في récap midi من نص النهار لساعتين. معايا في البلاتو سي حمدي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لشأن العام. مرحبا سي حمدي. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين وكافة المستمعات. شكرا جزيلا ليك. فما وفود أوروبية في تونس، وفد من البرلمان الأوروبي زور تونس التقى برئيس الجمهورية قيس سعيد، كذلك رئيسة الحكومة أيضا اليوم يعني تقابلت مع وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، والتقت أيضا مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي. برشا لقاءات وبرشا زيارات قاعدة توصل أو تورد إلى تونس في هذه الفترة، باش نرجع ليهم بأكثر تفاصيل مع الكاتب والمحلل السياسي الجمعة الجسمي. تو دسويت في الانترفيو دي جوغ. انترفيو دي جوغ سي الجمعة الجسمي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فان.
أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبكل مستمعي إذاعة حياة فهم. شكرا جزيلا لك على قبول دعوة سي الجمع القاسمي. كما كنت تسمع فما جملة من الزيارات، ماراثون من الزيارات، وفود أوروبية قد تزور تونس، لقاءات مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة. في البداية قراءتك لهذه الزيارات وهذه اللقاءات؟ باعتقادي أن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي كانت مبرمجة ثلاثة منذ أكثر من 10 أيام، بدأت بالأمس في إطار سلسلة من اللقاءات. التقت الوفد مع الرئيس قيس سعيد وكذلك مع رئيس الحكومة، وينتظر وفق بيان بعثة الاتحاد الأوروبي أن يلتقي هذا الوفد الذي يتبع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عددا من نشطاء المجتمع المدني وكذلك أيضا بعض الأحزاب. طبيعة هذه الزيارة تندرج في توقيت مهم بالنسبة لتونس باعتبار الجدل والسجالات السياسية الدائرة، وكذلك أيضا من خلفها البعد الاقتصادي في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد والبحث عن ثغرات في محاولة الخروج من هذا الوضع. على كل الحالات مثل هذه اللقاءات والمشاورات هي إيجابية، وتبشر بأن قنوات الحوار ما زالت متواصلة على ما يروجه البعض. طيب بالنسبة للجلسات اللي تعقدها هذه الوفود، شفنا رئيسة الحكومة في لقائها مع وفد على لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، كان حاضر وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان الجرندي. هل سيكون حاضر وزير الخارجية في اللقاءات المبرمجة للوفد البرلماني الأوروبي مع مكونات المجتمع المدني، مع المنظمات، مع الأحزاب السياسية ربما؟ لا أعتقد، لأنه لاحظنا أنه من ناحية سياسة الدولة وزير الخارجية كان حاضرا مع رئيس الدولة في لقائه مع هذا الوفد البرلماني الأوروبي، كذلك أيضا كان حاضرا في اللقاء الذي جمع الوفد البرلماني مع رئيس الحكومة. أما فيما يتعلق بالأحزاب ومكونات المجتمع المدني، باعتقادي أن وزير الخارجية لن يكون حاضر لأنه ليست مهمته. فيما بالسياسة الرسمية التونسية، عادة ما تكون الدبلوماسية أو رئيس الدبلوماسية التونسية حتى وهو ما في ذلك، فهي تبقى مشاورات هذا الوفد مع تلك الأحزاب أو الناشطين في المجتمع المدني، ولا ضرورة أصلا أن يكون وزير الخارجية حاضرا فيه. طيب لأنه من ناحية بروتوكولية كان واضحا أن اللقاءات بدأت مع الجانب الحكومي الرسمي، بعد ذلك تنطلق، وهذه نقطة إيجابية بالنظر إلى أننا سابقا لاحظنا وأن بعض الدول أو المسؤولين الغربيين وخاصة منها زيارة نائبة أو وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، رأيناها بدأت زيارتها بالالتقاء مع ناشطين في المجتمع المدني وبعض الأحزاب، وبعد ذلك التقت مع مسؤولين حكوميين. الآن يبدو أن الأمور رجعت إلى نصابها وفق الشكل الدبلوماسي على طريقة البروتوكولات المعمول بها. طيب ماذا عن لقاء رئيسة الحكومة السيدة نجلة بودن بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي؟ لماذا هذا اللقاء بشكل منفرد بحضور سفير فرنسا بتونس؟ لا، هذه زيارة باعتقادي شكلية، هي أولا تعكس طبيعة العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا، ثم لا تنسين أن الوضع في فرنسا متحرك بشكل كبير والانتخابات على الانتخابات الجارية، وهي عادية باعتقادي، لكنها في نفس الوقت من شأنها تعزيز هذه العلاقات، ونأمل خاصة وأن فرنسا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لتونس. طيب في لقاء رئيس الجمهورية بالوفد البرلماني الأوروبي كان معناها حط النقاط على الحروف، أولا أكد على أنه الحوار انطلق.
انطلق فعليا، معنى هذا تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأكد أيضا أن الحوار انطلق على قاعدة الاستشارة الإلكترونية. هذه رسالة واضحة إلى الجميع في هذا اللقاء مع الوفد الأوروبي، لربما فما بعض الأطراف الأخرى التي تعول على مواقف مثلا أوروبا ولا أمريكا بخصوص هالحوار وبخصوص هذا أنه ينطلق من الاستشارة الإلكترونية. يعني الرئيس قيس سعيد كان واضحا، هذا التأكيد هو الثالث من نوعه في غضون أقل من أسبوع. رأيناه بدأه منذ الكلمة التي ألقاها من أمام ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عندما أكد أن الحوار انطلق وعلى قاعدة الاستشارة الإلكترونية، ثم عاد في مجلس الوزراء ليؤكد ذلك، وبالأمس عاده التأكيد للمرة الثالثة. لكن الملاحظة التي يجب التوقف أمامها في هذه الفترة هو أنه على عكس ذلك المنظمات الوطنية غالبيتها التي التقت الرئيس قيس سعيد نفت أن يكون هذا اللقاء أو اللقاءات التي تمت هي بداية للحوار، وبالتالي رجعنا إلى المربع الأول، الرئيس يؤكد انطلاق الحوار والاتحاد العام التونسي للشغل ومعه منظمة أرباب العمل لتكا وكذلك أيضا المنظمات الأخرى باستثناء عميد المحامين الذي أكد انطلاقه. بقية الأطراف التي التقت الرئيس ما زالت تقول أن هذا الحوار لم ينطلق أو ما تم من لقاءات لا تعدو كأنها لقاءات عادية تشاورية لا ترتقي إلى مستوى الحوار. وهنا ندخل في سجال سياسي كبير باعتبار أن الجميع يرنوا إلى هذا الحوار، لكن يبدو أن الرئيس قيس سعيد مصمم على الذهاب سمتيا في نهجه، وبالتالي اعتبار أي لقاء هو حوار. النقطة الثالثة المهمة هو إعادة التأكيد على المواعيد التي سبق وأن أعلنها الرئيس قيس سعيد، وأقصد بذلك استفتاء 25 جويلية القادم، ثم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 17 ديسمبر المقبل. المشكلة الأساسية باعتقادي التي ستكون محور الجدل في قادم الأيام هي طبيعة هذه الاستشارة الإلكترونية التي ستكون قاعدة، بمعنى هذه المخرجات التي لم تتبلور بعد، ومع ذلك الرئيس قيس سعيد يؤكد أنها هي قاعدة أي حوار أو حتى الذهاب إلى الاستفتاء سيكون على قاعدة تلك النتائج، وهذه مسألة في غاية الأهمية. وكان الرئيس سيلجمعي كان الرئيس أعلن أنه بعد 20 مارس باش يتم الكشف على لجنة تأليفية هكا سماها، يعني لصياغة مخرجات هذه الاستشارة، ولكن إلى حد الآن ومع اقتراب المواعيد شيئا فشيئا من 25 جويلية ما زلنا إلى حد الآن ما نعرفوش اللجنة دي مما تتكون وشنو المهمة اللي باش تقوم بها، وفي ظل زادة مطالبات من عدد من الأطراف السياسية أنه يتم الكشف عليها في القريب. دون شك الوقت أصبح ضاغطا وضاغطا جدا، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يتحرك إلى سرعة أقوى من السرعة التي يسير بها الآن باتجاه أولا تحديد تركيبة هذه اللجنة التي ستبلور مخرجات الاستشارة الوطنية، ثم الذهاب إلى دعوة الناخب التونسي للاستعداد للذهاب إلى استفتاء 25 جويلية، باعتبار أنه إذا فرغا استندنا إلى القانون المعمول به فأن هذه الدعوة يجب أن تتم قبل شهرين، وكما ترين أن الوقت أصبح ضاغطا، يعني اللجنة لم تتشكل، كذلك لا أحد يعرف هذه المخرجات باستثناء ما تم الإعلان عنه سابقا، وهي لا ترتقي إلى استنتاجات حقيقية يمكن البناء عليها للذهاب إلى الاستفتاء. وبالتالي كما قلت أن هذه النقاط كلها ستكون محور الجدل خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، باعتبارها ستحدد المسار التي سيسلكه المشهد السياسي برمته. أما فيما يتعلق بأولئك الذين راهنوا
سابقا على مثل هذه الزيارات الغربية للضغط على الرئيس قيس سعيد، باعتقادي أن أملهم خاب باعتبار أن الرئيس قيس سعيد كان واضحا ومتمسكا بالإجراءات والمواعيد التي أعلنها صادقا، وبالتالي فأن مسعاها خاب مرة أخرى. وهذا دليل آخر على أن كل من يستقوي بالأجنبي لن يصل إلى النتيجة التي النتيجة الوطنية التي ستتصدى لحساباتهم المرتبطة بتلك التحركات واللوبيات التي تعمل مع الخارج. نعم سي جمال بك، أهلا وسهلا. أنا مش نواصل معك في نفس السياق. قطرس أن الصور المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية، وخاصة الصورة للذكرى، العديد من الصور، مثلا صورة فيها مجموعة الفريق هذايا اللي جاء من الاتحاد الأوروبي يتوسطه رئيس الجمهورية، مؤشر على أنه المحادثات كانت في جو طيب. يعني إذا خرجنا قليلا من سياق تحليل الصورة، نعم، سياسيا أن يلتقي هذا الوفد في أول لقاء له مع رئيس الدولة في هذا الزخم السياسي الكبير هو رسالة سياسية واضحة لكل أولئك الذين يراهنون على الاستقواب الأجنبي، وهذه في غاية الأهمية. وهذا يتجلى أيضا من خلال ردود فعلهم التي بدأ عليها خيبة الأمل واضحة على محياهم. هذه النقطة. النقطة الثانية، دون شك أي صورة من هذا النوع فهي مكسب للسياسة التونسية وللسيادة الوطنية التونسية، باعتبار أن هناك دولة وهناك نواميس وبروتوكولات سياسية وأخرى دبلوماسية متعارف عليها على الصعيد العالمي في مثل هذه اللقاءات أو الوفود، أن يلتقي أولا مع هرم السلطة وبعد ذلك مع رئيس الحكومة ثم ينتقل بعد ذلك إلى مكونات المجتمع المدني والأحزاب. فهذه رسالة يجب على الجميع التقاطها والنظر على أن تونس ما زالت ممسكة بزمام الأمور. وكان الرئيس البارح زاد معناها إضافة لكلام سي حمادي، فما صورة أخرى وهما معناها في الشرفة متاع قصر قرطاج يضحكوا، صورة ذيك يعني مقصودة، يعني فما رسالة من وراء تلك الصورة. حاجة أخرى زاد، كان البارح رئيس الجمهورية أكد حسب البلاغ متاع يعني رئيسة الجمهورية أكد على السيادة الوطنية وسيادة القرار الوطني والانتخابات اللي باش تصير تحت إشراف هيئة الانتخابات، الهيئة المستقلة للانتخابات. وهذه رسالة مهمة كذلك، باش نقصوا شوية من لغوة لهذا يحكي في حكاية واحدة. يعني واضح الرسائل اللي قدمها الرئيس، ثم الوفد كان في جو يعني ريلاكس، هكا الناس يدوروا في ثم هو دائما نفس الكلام اللي يقول فيه، رغم أنه بعض الإذاعات وبعض القنوات التلفزية نقلت صورة أخرى وحوار يعني، وطبعا حسب أجنداتهم يعني كل لا باعتقادي أن الرسالة الجوهرية تكمن بالأساس لأن هذا الوفد رغم أنه برلماني وتم التحضير إليه من قبل مدة، أن يلتقي مباشرة وفي أول خطوة له مع الرئيس قيس سعيد، الرسالة تكمن هنا أن هناك رئيسا معترفا به له شرعية وطنية، شرعية انتخابية، شرعية شعبية، وهو رئيس الدولة، وبالتالي يتعين التعامل معه على هذا الأساس. ثم التأكيدات الواضحة التي لا لبس فيه، المواعيد ستتم كما تم الإعلان عنها، 25 جويلية استفتاء، 17 ديسمبر انتخابات حرة ونزيهة، والجديد باعتقادي هو التأكيد مرة أخرى على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على هذه الاستحقاقات الانتخابية، على عكس ما يحاول البعض الترويج له بأن الرئيس قد
يعطي هذه المهمة لوزارة الداخلية أو أي إدارة تونسية أخرى. اليوم ثم مقال سلجمعي في جريدة الصباح يتحدث على سيناريو العزل السياسي، ورد من جديد هكا عنوان المقال في جريدة الصباح، يقول لك اللي صار في 2011 حتى بدفع من حركة النهضة نحو عزل خصومها السياسيين والناس اللي سبقوها في الحكم، اليوم وكأنه نفس الشيء قاعد يصير، عزل يعني الأطراف السياسية اللي قاعدة ولا اللي كانت قبل منظومة 25 جويلية. تعليقك على هذا الموضوع سي الجمع؟ يعني باعتقادي أن مسألة العزل السياسي بصيغته اللا ديمقراطية قد تجاوزه الشارع التونسي، حتى المفردات السياسية في البلاد تجاوزت ذلك. لكن إذا انطلقنا من تأكيدات الرئيس قيس سعيد على أن الحوار لن يكون مع الفاسدين مع الذين نهبوا خيرات البلاد، باعتقادي هذا ليس عزلا سياسيا وإنما هو توصيف لحالة، والتوصيف لا يرتقي إلى العزل السياسي. المسألة باعتقادي ما زلنا تحت سقف الديمقراطية، والديمقراطية تتنافى مع العزل السياسي، والعزل السياسي لم يكون. كيفاش تعلق سي الجمع القاسم الكاتب والمحلل السياسي على دعوات المعارضة اليوم من أنه المظاهرات ستستمر، جلسات البرلمان المنحل ستستمر، البحث عن مبادرة جديدة سميوها مبادرة الخلاص الوطني كان أعلن عليها أحمد نجيب الشابي، كيفاش تقرأ هذه التحركات من قبل المعارضة في تونس؟ هناك عنوانان أساسيان. العنوان الأول فيما يتعلق بالاحتكام للشارع لإثبات أحقية أو صوابية هذا الموقف أو ذاك، باعتقادي أن الأسابيع القليلة الماضية أثبتت بوضوح أن هؤلاء يفتقدون لدعم ولحاضنة شعبية. رأينا أن كل التحركات التي قاموا بها لم تكن في المستوى أو تعكس زخما شعبيا لوجهة نظرهم، وبالتالي مسألة الاحتكام للشارع كوسيلة للضغط على الأوضاع وإرجاعها إلى ما قبل 25 جويلية هذه مسألة أصبحت فاشلة وعليهم مراجعة حساباتهم. أما فيما يتعلق بتعالي الأصوات بين الحين والآخر مطالبة بجبهة خلاص هنا وجبهة إنقاذ هناك وجبهة لا أدري كيف ذلك، أثبتت التجربة أيضا أن هؤلاء لا يستطيعون أن يتفقوا على كلمة سواء. رأينا السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي يدعو إلى جبهة خلاص، بينما حركة النهضة وغيرها من الذين يدورون في فلكها يتحدثون عن مبادرات أخرى، وهذه باعتقادي يمكن وصفها برقصة الديك المذبوح الذين جربوا كل السبل لكنهم لم يصلوا إلى طريقة. عليهم الآن حتى أنهم ذهبوا إلى محاولة توريث الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال محاولة شره إلى مربعهم، لكن الاتحاد كمنظمة وطنية خبيرة العمل السياسي في البلاد كان واضحا في موقفه وضوح الشمس، وبالتالي خاب ظنه. وكان تصريح سيد نور الدين طبوبي اللي قال لن ينجح أي طرف في جر الاتحاد إلى مربع الرئيس أو مربع المعارضة. نعم لقد خاب ظنهم، لأن البوصلة الوطنية هي التي تحدد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل. وهذا كان يعني تقال بعد ما دعاوا اتحاد الشغل إلى رفض الحوار مع الرئيس وإلى الإعلان على مبادرة حوار جديدة يتبناها اتحاد الشغل. طبعا كان واضح موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذه الدعوات. الكاتب والمحلل السياسي الجمعي القاسمي مشكور جدا على تدخلك معنا للحديث على آخر المستجدات السياسية في البلاد. نشكرك برشا برشا سي الجمعي. احنا سي حمادي بعد شوية باش نحكيه على وجهة نظر أخرى من المرسوم الرئاسي لمؤسسة فداء. شفنا الأستاذ القليل اللي أعطى صورة إيجابية جدا على هذا المرسوم، اليوم باش نحكيه من وجهة نظر أخرى تو نعرفوا بعد شوية كيفاش. إيه اللي أحلى من اللؤى. Tout de suite, récap midi.
ماضي ساعة و14 دقيقة وقيت نحكي على المرسوم الرئاسي عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء. البارح في الوقت هذا تقريبا كان معنا الأستاذ شرف الدين القليل حكي على برشا نقاط إيجابية في هذا المرسوم، لكن منظمة أوفياء لعائلة الشهداء ومصابي الثورة تأكد وأن هذا المرسوم معناه مرفوض جملة وتفصيلا وتصفه بمرسوم الذل والمهانة، هكا وصفته سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، باش نعرفوا علاش والقراءة تاع المنظمة وكان عندها التصور واضح كيفاش ينجم يكون مرسوم لفائدة يعني عائلة الشهداء وجرحى الثورة، مع الأستاذ سفيان الفرحاني المكلف بالأعلام بمنظمة عائلة الشهداء ومصابي الثورة أو في تدسويت في الانترفيو دي جوغا. انترفيو دي جوغا الأستاذ سفيان الفرحاني المكلف بالأعلام بمنظمة أوفياء، مرحبا بك على إذاعة الحياة فم. ألو، عسلامة. مرحبا أستاذ. أهلا، مرحبا أستاذ سهام ومرحبا بسي حمادي. شكرا لك، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. أستاذ سفيان الفرحاني المكلف بالأعلام في منظمة أوفياء، المنظمة كانت رفضت رفضا مطلقا للمرسوم عدد 20 لمؤسسة فداء، لو كان تعطينا علاش. والله قبل ما ندخل في المرسوم، رحنا الموقف متاعنا موقف مبدئي عنده مدة للي شيء، أنه من يوم 8 جانفي عبرنا على في ندوة صحفية، ومن بعد على موقفنا ومن بعد نزلنا للشارع يوم 14 جانفي وتم إيقاف إخوة شهداء ومنهم أخ شهيد يعني حالته الجسدية يعني تعرض لأضرار كبيرة نتيجة التعذيب، فهمت، وهذا موثق حتى من هيئة مقاومة التعذيب. للي شيء أنه قيس سعيد للأسف خان اللي اتفقنا عليه كعائلات شهداء، يمكن أقرب فئة أو مكون لقيس سعيد في تونس هما عائلات شهداء وجرحى الثورة، يمكن يعرفهم حتى بالاسم في غالبيتهم يعني. للأسف يجي بجرد قلم ينحي 14 جانفي، هذا قبل ما نحكيه على المراسيم وعلى القائمات. نحي 14 جانفي لاستشرنا لعملنا اعتبار، يعني إنسان حتى كي تحكي انت في موضوع يهم فئه معينه او قطاع معين تستشير في 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 اي في اي منطق في اي في اي عرف تستشير المعني اللي باش يطبق عليه الفئه المستهدفه، تستشيرها يساعدها او ما يساعدهاش، خاصه فيما يخص المرسوم هذا كان باش نوصلوا له. المرسوم هذا علاش رافضينه؟ اولا في الصياغه نتاعو اللي يقول على اساس انه لقينا حل وفرحان به وغيره، نورمالمون الانسان اللي ماهوش مستهدف نتاعها فما حاجه يعني أساسية. رحكي لك أنا أولا بصفتي كأخ شهيد يعني كي يحكي هو على ذوي الحقوق في المرسوم، أنا نعتبر أنا منهم، عايشك استشهد يوم 13 جانفي، أنا كأخ شهيد مستهدف بالمرسوم هذا، نورمالمون أنا أعتبر نفسي مستهدف بيه. وبصفتي زادة باش نزيد نأكد أني أستاذ في العلوم القانونية وقريت عن الأستاذ قيس سعيد، يعني تجمعني بيه برشا 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 حاجات أخرى. أنه إنسان كيجي يحط رمزية الثورة ككل في فقرة أو في 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 سو سيكسيون، فهمتني، مرسوم فيه 39 فصل، خمسة عناوين، كل عنوان تقريبا زوز ثلاثة أبواب، وبعد يجي يحط ذوي الحقوق في مرسوم هو أشبه لديكري لأمر أو منشور وزاري أو ترتيبي متاع تعاوني متاع شرطة، يعني نختزلوا الثورة الكل في هذا الكل، علاش اللوم زاد ويكون نحن يعني معارضتنا شديدة ومبدئية للي شيء، أنه هذا الكل بيناه وقلنا له عليه قبل ما يولي رئيس وتجادلنا، تخيل أنت من وقت المجلس التأسيسي حتى وقت التوافق المغشوش متاع مجلس النواب فترة النيابية السابقة، هذا الكل في بالنا مؤسسة فداء، قلنا له راه نعرضها التصور نتاعك راه ما يتمشيش، ما تنجمش انت حتى هيكليا، ما قال هو على اساس مؤسسة عندها الاستقلالية وهكا ولا سي حماد. نعم، المؤسسة هذه هيكليا انت باش تمشي تدخل مثلا الهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة، امشي انت فيزيكمون امشي يدخل وشوف، امشي تخيل كيفاش يكون، انت باش يكون من هكا بوليس صحيح شهيد وطن ويقوم بالواجب نتاعو وياخذ عليه في شهرية وتضرب بكرتوشة جريح داخل و
ومن هكا واقفه كرهبه الشرطه هذه حاجات عجنيها، وداخل من غاديك شهيد على بكيات سقوا مقصو استغفر الله جريح داخل ما 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 معناها فوضى، معناها استهانه واستغباء واستغفال للناس. يعني تقول يعني تقول استاذ انه كان من الاجدر انه يتم اصدار مرسوم خاص فقط بشهداء ولا ذوي الحق لشهداء الثوره وجرحاها، مستقل بذاته ما هوش يعني محطوط مع مثل ضحايا الاعتداءات الإرهابية. أولا هذا أولا من الناحية الهيكلية، ثانيا بالنسبة للمرسوم هو مرسوم ملغوب، يعني من ناحية الشكل هو مرفوض، يعني لو أنه ما نحبوش نتناقشوا فيه طبعا نحكي لك علاش مبدئيا، أما لو فرضا مش نتناقشوا فيه هو ملغوب، علاش مش يحيل كل شيء للجنة اللي هي حتى الاستقلاليه كي تجي تتبع ما تلقاهاش، معناتها تلقاها في الاخر بكل رئيس جمهوريه وصفوار من بعد رئيس جمهوريه شكون؟ ما نحكي نحكيوك على المؤسسات، وحتى في 8 جانفي كي خذينا موقف راهو ما يكونش عائله شهيد يكون شهيد زور مشكلته انه يقف وقفه احتجاجيه ويخلي حريه الصحافه وحريه القضاء ويخلي الاعلام ويخلي مؤسسه الدوله ومشكلته شنو؟ والله انا صبولي جيراني ما صبوليش، هذا أصلا عار على عائلة شهيد. أنا نحب نذكر اللي استمعوا فيه أنه راهو تونس قبل الثورة كانت تعرف سياحيا بلاد شبابة وصغيرة ومزيانة ومحلاها ودرشنا، عدنا تعريف تاريخ تونس في جانفي 2011، راهو أنا كيلك معناه عايش في الفايدة معناه ناس بجنبي تخربوا بالكرتوش نهار 25-26 صارت مجزرة في تونس، الغنوشي محمد الغنوشي متنحى كما صارت مجزرة، اللي ما حضرش نهار 25 و26 فيفري في اعتصاب القصبة 2 شنو صار في اللافينيو وريد روم وريد مارسي وكذا ما يحلش فمه، لا حتى في القصبة كذلك انا كنت موجود يعني في تونس وشفت يعني اللي ما عاش نهار 25 و26 وقت اللي صورت من بعد تفكري الواحد التريحة اللي كليتها وقتها غرق مغرق في يديا وغيره اللي شفته شاهد على قتل مباشر في الرأس وفي القلب، معناها انت بعد العائلات الشهداء واللي يحكي بروحه جريح وغيره بلاد بدل برلمان بدل كذا الناس هذيا اصحاب موقف، نحكي لك الناس المجتمعيين الناس ما نقولوش نحن واحد نقول زايد على الاخر، لكن على الاقل الحمد لله واحد بالاسباب ويرحم الوالدين واللي قرى ورا، واحد على الاقل عنده نوع من الوعي والمستوى ينجم يناقش استغفال هذا الكل حكينا معاه يا سيد يا استاذ يا سيد الرئيس مشينا له وقابلناه هاو توجهنا هاو علاش هاو كيفاش هاو القوائم، انا خدمت في هيئه الحقيقه والكهرباء زاد عارضتهم وخرجت استقلت من غاديك كنت مانيش موافق على حاجات معينه فهمتني، ما يجيش انه انا باش يطبق عليا الواحد خليه برا يمشي هبط اولا ثانيا انت لهنا في الاخر بكل تقول انه الناس هذيا لو انا ما حبش ندخل في الديتاي خاطر فما حاجات خايبه على الاخر، يجي يقول لي انا ولد شهيد وطن كمل له قرايته لحتى الجامعيه وما يذكرش ولد شهيد ثوره، ما نحبوش ندخلوا في الحكايه هذه خاطر اصلا ما يجيوش مع بعضهم اولا، علاش خاطر الدوائر القضائيه اللي باش مانيش باش نذيع سر اما اللي كان جا الاعلام والصحافه تتبع الجمعه اللي فاتت في الدوائر الجنائيه المتخصصه اسمعوا شنو قال الديويري مدير العام الامن الوطني واسمعوا شنو قال الزواوي واسمعوا قبله هو شنو قبل بشهر شنو قال رشيد عمار، التاريخ نتاع تونس قاعدين يقولوا فيه والحقيقه اللي قاعدين يتبعوا فيها هذه مخرجات هيئه الحقيقه والكرامه اللي ضربت وقت السبسي وضربت وقت النهضه فهمتني اختي؟ نفهم فيك استاذ. انا حبيت نبين حاجه وسامحني في التشنج خاطر راهو موضوع ولا من هب ودب ينقش في الموضوع. انه الناس يقول لي انا ناشط في المجتمع المدني واللي رايه هو اهم الراي المعني بالامر. ناشط تصور شنو المنشطات اللي تاخذ فيها ناشط انت. فهمتني اختي؟ المشكله وين؟ المشكله راهو اختي الموقف نتاعنا راهو الناس هذيا الناس اللي ضحات هالاسلوب كان سيمه في السياسه من اول الجمهوريه التونسيه. بورقيبه حاول خلينا نكمل لك الجمله. تفضل. بورقيبه حاول احتواء الفلاجه، حاول احتواء التاس هذيه، فما ناس للاسف بخلاف معركه بنزرت واللي صار فيها وغيره، فما ناس ما زالت عايشه تروي لك وانا سمعتها في الحقيقة الكرامه، سمعتهم مش قالوا الناس عاشت. قالك احتواء ناس اعطاهم مقرون وهنشير باع قضيه ولده دم ولده. هذه ماهيش تهمنا نحن، تهم اختي سهام وتهم خويا حمادي، نهار اخر يحاسبني، يقول لي كيفاش بعد كان انت صاحب الدم ولي الدم وولي الحق، فهمتني؟ بلا شكون باش يمشي واحد اخر، راهو في سياسيين، من هنا يمشي يحكي لك باسم الثوره، رفع شعار الثوره، ومن هكا يدعم لك في بشار،
نحن مسؤولين امام الشعب السوري خاطره هو تبعنا عمل كوبي كولي، مسؤولين امام الشعب المصري. بعد هو ربحوا اخوان ومشاكل داخليه ما على بالناش، بعد الاخرين حاولوا يسيطروا امورهم. نحن بالنسبه للرمزيه كرمزيه ومسؤوليه تاريخيه، نحن مسؤولين امام الشعوب هذيا. نحن اعطيناهم المثل بعد نقعدوا نتفرجوا فيهم، رئيس جمهوريه مش يحط يده في يد السيسي يقول لي التطبيع خيانه خيانه عظمى، ما تفهمنيش عليها هذيا يا قيس عايد. يمشي من هكا يجي 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 يبيع تاريخ بلده ويكرهه وغيره، هذه كل ما تفهمنيش فيه. باهي استاذ. نحكيو على المبادئ، يحترم موقفنا ويحترم مبادئنا. باهي. اولياء الدم ماهمش وزور. باهي استاذ، نذكر انه معايا الاستاذ سفيان الفرحاني المكلف بالاعلام في منظمه اوفياء لعائلات الشهداء ومصابي الثوره. استاذ سفيان، شنو هو تصوركم في المنظمه؟ حل امثل تراوه انتوما والا يعني اجراءات تقترحوها للاحاطه بعائلات الشهداء بالمصابين بالجرحى برد الاعتبار ليهم؟ للاسف اختي اللي يعني عدم تواصل الحكومات والا نوعا ما هالملف هذايا يعني اللي مارس الملف وركز فيه يلقى انه اغلب الحكومات كانت تهرب منه، تخاف منه، من اللي تخاف منه. يعني اي انسان يجي قدامهم مضروب، صحيح مضروب، يعني يخافوا منه، حتى باش يجيب له الامن يخاف منه، حتى الزوز ولا ثلاثه الحوادث اللي صاروا يعني قعدوا ضيحه قدام مجلس التاسيس وغيره. فهمتني؟ المشكله انه المرسوم هذا في الاصل نتاعو هو لترتيب الحقوق المنبثقه عن المرسوم القديم تاع 97، يقول راوكي تصدر قائمه والقائمه صدرت وقت المشيشي. وقت اللي تصدر القائمه، ما ركز معايا خاطر فيها شويه وتلمو، هذا كل واحد يحيل الكوره وكل واحد يعمل رمضان الاخر. وقت اللي تصدر القائمه راهو باش تاخذوا الحقوق نتاعكم، ديجا المرسوم هذا عدد 20، عاود رجع من الاحاله 97. باهي. وقت اللي نحن من الاول بكل قلنا راهو يلزم تخصيص مرسوم للملوب بالكل، لا وقت اللي ما كانش فما مجلس نواب، كانت مراسيل وقت مبزع وسبسي على اساس الشهداء والجرحى وحدهم. ايش صار بعد؟ صار برا لصق معاهم العفو التشريعي العام، زيد شويه برا اعمل هيئه شهداء، زيدها شنو؟ زيدها المقاومين، وبعدها زيدها العمليات الارهابيه، وبعدها زيدها كذا. هذا كله تحت شنو؟ تحت الشهداء وجرحى الثوره. نحن يكفينا فخر ومسؤوليه لينا ان نحن الناس الكل تاخذ حقوقها ويلزم تاخذ حقوقها. حتى نوصلوا طول الحضارة القديم والجديد والفلاق والناس كلها، والشرطي اللي ما خذاش حقه قبل، والامني والناس كلها تاخذ حقه. واحد خارج كذا زاد يموت باطل ما قالش ربي. لكن الصيغه شنو؟ الصيغه قبل ما تنظر راهو ما يجيش واحد في مرسوم راهي مهزله في صياغه مرسوم يقول اللي عنده يا لجان يا كاقراف فصل ما نعرفش 36 ولا 35، يا لجان يا هيئات اللي عنده حاجه بالله يجيبها للمؤسسه باش تتحل. فضيحه هذه معقوله؟ وهذا قاري قانون ونعرفه. نورمال مو هذه تتصاغ من الاول يا عباد يا كذا يلمهم كذا، شنو الدوله ما تلزمش تلم دوسياتك هذه. لكن هذه النقطه هذه البارح استاذ سفيان رجعنا لها مع الاستاذ القليل اللي قال هي نقطه ايجابيه على اعتبار وانه ينجم يكون اي حد تظلم ولا اسمه مش موجود ولا تنساه ولا اللي هو ينجم معناها ينضاف الى هذه القائمه. هذه اولا. برشا ناس تسمع فينا استاذ سفيان توا يقول لك علاش المنظمه منظمه اوفياء تغزر لشطر الكيس الفارغ، علاش ما تغزرش لشطر الكيس المليان؟ على اعتبار اولا انه بعد سنوات طويله وبعد ما تم التلاعب بملف الشهداء والجرحى، اول حاجه اصدر مرسوم، هذه الأولى. ثاني حاجة فما يعني إجراءات الفورية اللي حكينا عليها البارح سي حمادي اللي هي معناها باهية لفائدة عائلة الشهداء وإلا للمصابين في تنقلاتهم في العلاج متاعهم في تعويضاتهم ورد الاعتبار لهم. لماذا هذه النظرة السوداوية اللي وصفتوه معناها إلى درجة الذل والمهزلة والمهانة؟ لا لي شيء اختي، خطر المسار اللي توا نشوفوا فيه اللي مشينا فيه اختي اللي راهو فيهم توا لا يزي نحن ملكوعين من فتره التوافق المغشوش. توا الراو اللي دايرين بالرئيس اختي راهو كانوا يلعنوا في الثوره. انا ما نحكيش توا راهو من تحصيلي حاصل دور الدوله، هو توا كي تمشي بالمرسوم القديم 97 والهيئه تخدم خدمتها على الاخبار اللي قاعده توصل لنا من الهيئه هذه الملحقه برئاسه الحكومه.
لو كانت تخدم في خدمتها على أساس أنه استعجالية العلاج والتداوي والتسقات هذه الضرورية حسب الإثبات وكذا. المشكلة حتى واحد ما يخدم في خدمته، الناس الكل تسوف. الحلول كل ما اديناها له في تقارير جمهورية واعطيناه الحلول وحكينا في تفصيل التفصيل واعطيناه متاع 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 مشاكل متاع أغلبية الحالات الحرجة على الأخر، فهمتني؟ اللي تيترابليجيك. المشكلة نحكي لك أنا على موقف جيست مش تتأكد، أعطيك مثال. قبيلة بعث لي ميساج، هذا جريح ثورة اللي صار فيه ربي يعلم بيه، هذا جريح ثورة. شوش كتبنا؟ دماؤنا ليست للبيع، نحن اسمه عبد الحليم، عبد الحليم. دماؤنا ليست للبيع، نحن حين خرجنا بصدور عالية لإسقاط نظام البخلوع بن علي خرجنا من أجل قضية شعب وأجيال في الحرية والكرامة والعدالة، ليس نحن من تستطيع أن تشتريهم بمرسوم فارغ، ولسنا نحن من نبيع قضية شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة ونخون دماءنا ودماء ونرضى بعودة الدكتاتورية، ولا بد الليل أن ينجلي ولا بد القيد أن ينكسر. أختي نحكي لك لهنا، انت تجي تسكر برلمان ما هوش وقت لي عبير موسي ثبت الثوره والشهداء، مشينا نحن احتججنا في البرلمان وعيطنا وقدمنا بيه قضايا قيس، عيط ساكت ما تكلمش. وقت لي نحن نتكلموا على 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 الدوله كامل، على على حريه شعب، على كذا، هالصراع هذا وين باش يهزنا اخت؟ شو نحن ساكتين؟ قيس سعيد نحن معاك، امشي 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 عم تحب. معقول هذا القضاء؟ معقول مجلس اعلى القضاء هو يعرف راه فما حاجات راه انكونسيفابل؟ اختي كي يقول لي حكومه القضاة تعاملت وقت كانت فما محكمه دستوريه، يرحم والديك يا قيس سعيد. وقت اللي فما محكمه دستوريه نحكيوا على حكومه قضاة، كانوا هما يعطلوا المشاريع القوانين. راه فما تاويات، راهي ناس خاطر ما تفهمش اختي، راه ناس واعيه في عائلات الشهداء. ما نحبش نزايد اختي، راه فما ناس مستشارين على مستوى رئاسه الحكومه اختي. راه فما ناس واصله، ناس تفهم بالكتير. ما يجيش يستغفلنا اسكتوا انتم، انا تو مطهر البلاد. سامحني، ولات الناس تلعب في الثوره توا، ما لقاوش سميد وخبز. نورمال مو الثوره تبني اجيال وتبني تبني 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 اقتصاد قوي وتبني كذا. شنو الناس ولات تلعب في حداش؟ علاش هذا؟ هل من سخريه الاقدار انه بالحق يولي قيس سعيد سطر مخجل؟ هو بيدو يولي سطر مخجل في التاريخ؟ علاش هكا؟ نحن فرحانين. نحكي لك 3 مليون واحد ربي يعلم عليه مقطع روحه في الحمله الانتخابيه وما عنديش فضل. كنا نظنوا انه انسان صحيح، لكن هالتصرف هذا شنو الارتجال هذايا؟ انا شنو خاطر هو يتكلم باسم الواحد؟ اعطيني هذا الصفرنك وكذا، معقول هذا؟ انا نحكي على اساس اهداف ثوره، نحكي على اساس البلاد كامله. هذايا اللي تاخذ فيه بخاطر ام شهير، امشي سالهم يا اخويا، برا سالهم. سي سفيان. امشي سالهم. سي سفيان. أخرى. نعم. أغلبيتهم خويا أخذوه بالنسبة للمرسوم أرجع له، يقول لك إلا بعد ما ظرف في الأمور القضائية وكذا. أغلبيتهم خويا أخذوه تعويضات، أخذوه تعويضات قضائيا نحكي قضائيا بعد الحق العام في الحق الشخصي أقامه. سي سفيان أنت سوى معاك ما تضيف لهم. نعم. اللي باش تضيف لهم حاجات تسلبوها منهم الأحزاب السياسية. قاعدة توا عبير موسي تحب تنظر لي سليلة النظام البائد مخلوعة، تحب تنظر لي ثورة جديدة، معقول هذا؟ وقيس سعيد ساكت عليها. سي سفيان مرحبا بك. أنا أتفهم حماسك، وبالعكس يعني راى انه مشروع جدا، انه المشكل اللي عافس على الجمره كما اللي يتفرج من بعيد. وانا معاك انه وقع التلاعب وكل ما تحب تسميه بجرح الثوره وبشهداء الثوره، وانه وقعت شيطنتهم، وانه كل واحد كش يوصفهم، وانه اكثر من لجنه عملت واكثر من هيئه، ولكن المخرجات كانت دائما انا اعتبرها يعني دون المطلوب. ما نحبش نستعمل الفاظ مخجله وغيره، يعني نقول دون المطلوب. اليوم نلقى قدام مرسوم قد يكون انه بدا من الاول على اساس انه عائلات الناس اللي فقدوا حياتهم من حاملي السلاح، يعني باش نبداو واضحين، كان ثم تاثير انه المرسوم هذايا مشى اكثر للجيش والامن والديوان وغيره اللي ضحايا الاعتداءات. اليوم الشهداء عندهم جانب اعتباري كبير، وانا معاك في الموقف انه لانه ثم برشا ناس بدات يعني الحقيقه تلعن في هؤلاء
تقول انه هذوما هما اللي جابونا العشر سنين السوداء، في حين انه مش انا شوف ربما انا خاطر من وراء الجانب الاخر انظر، يعني مانيش وشفت راني انا راني على فكره راني شفت يوم 25 وقعدنا النصف الليل متخبين في قهوه في جون جوريس باش تبدا يعني يعني مانيش بعيد هذا الجانب هذا. اما اللي نحب نمشي به معك انه هيش فرصه من خلال المرسوم هذا اليوم انه ثم نقائص لابد من تلافيها ويكون ثم ضمن الحوار مع انه سيكون هناك حوار وطني، لما لا تكون منظمتكم او منظمات اخرى؟ انا راه بالنسبه لي كل من ثم ينجم يضيف مرحبا به في هذه البلاد، انه تكون ثم ضمن الحوار اعاده نظر في الجانب هذا وخاصه الجانب الاعتباري. انا راني معاك انه الثوره تعاملت من اجل الكرم. معقول برشا كلامك سي حمادي، اما جست باش ناكد لك على حاجه. احنا في 2011 المو موقفنا ثابت في انتخابات المجلس التاسيسي، مرشحنا كان عباره عن حكومه وحده وطنيه والتصاور شاهد، حطينا ثقتنا قلنا ندعمه كان حمل همامي والنهضه والمؤتمر الاشتراك على الاقل في النضال ضد المنظومه السابقه على الاقل هذا اللي باين. نحن تو نجيو على اساس شنو صار. انت صاحب مشروعيه تك على جنب، انت عندك شويه نقولوا نحن كيف شرعيه ايجي على جنب، شنو نعمل؟ خليوني صراعي ديريكت مع السياسه. شو يصير هنا؟ يصير على اساس اللي راهو فيهم، راهو فما رموز من بعد باش تطلع لنا، راهم ما جاوا معناها بلغه اخرى اللي قامت عليهم الثوره واللي تو يحضروا فيما بعد قيس سعيد وهذا الاختير. فهمتني؟ انا نحكي على اساس كي باش نتعاونوا على الدوله، الناس كلها الفئات الكل اصحاب المشروعيه ولا غير المشروعيه. فهمتني؟ ما يجيش على اساس انه مشكلتنا في تفاصيل، التفاصيل هذه الكل صدقني مديناها وقدمنا ما يقارب قريب 890 ملف لهيئه الحقيقه والكرامه، فما ناس ما في بالهاش وقتها اشباه المحامين وغيره يقولوا ما تمشيوش الهيئات الدستوريه، ما تمشيوش لكذا. الهيئات الدستوريه توا اللي يحب يتبع في المحكمه بتاع تونس يحب يتبع تو يسمع تاريخ تونس، هاكا قاعدين يحضروا المتهمين. وقيس سعيد لو كان جاي قلبه على الثوره بالحق اللي تصدمنا فيه شبيه ما فعلش بطاقات الجلب. ولات القضاة في الدوائر الجنائيه المتخصصه يحبوا يعقلوا على املاك المتهمين. علاش؟ قالك نحن ذاك هو اخر اجراء توا، وقيس سعيد كلمنا المستشارين يا ولدي شبيه هو رئيس السلطه التنفيذيه. ما هو قلبك انت تحب تعرف شنو صار. ما يجيش راه تفهمنا، تعرف انا علاش نحكي هكا بحرقه؟ هذا الكل تفهمنا فيه معاه، حكينا معاه. راه ما نحبش نحترم، راه فما عائلات ولات تلع، راهي تعرفش تكون تلع فيه. علاش؟ راهو على خاطر هذايا ناس يعرفهم بالاسم، ماهوش هذا اللي تفهمنا فيه. استاذ نظرا لضيق الوقت خليني نختم معك بسؤال، يعني تصوركم وإلا كلمة الختام اللي ترى من خلالها فما حل قادم ولا شنو تقترح؟ يعني توا إجراءات عاجلة نقوم بها بخصوص هذا الملف. أول حاجة الهيئة اللي قبل سيتها وشكون شددها، فما مرأة شددها اللي قبل كانت شددها مجدولين الشير ملحق الرئيس، هي هذيك عندها صلاحيات وعندها ميزانية. هذيك توا في الوقت الحاضر نجم تهتم بالحالات العاجلة متاع الجرح، واضح؟ باهي. اللي ماشي في مخه اللي على أساس باش يعطيه شهاري وغيره يقرأ المرسوم، راهو الناس اللي عندها شهاري راهو ما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق في أي إحاطة اجتماعية بلغة أخرى. هو أفيلية في السيناسات ولا السيناربيات، أمور واضحة فهمتني، وما عنده الدولة بارك الله فيك. باهي لهنا نرجع وينو رد الاعتبار المعنوي. رد الاعتبار المعنوي ما يكونش جزئي، ما يكونش توا خاطر قيس سعيد عطا وما يكونش كذا. انا كي نحالي 14 جونفي راهي غمت حالت على العالم العربي هذاك التاريخ هذاك، قلب نظام عالمي احادي، نظام ماسوني. فهمتني؟ يجي انت تجي تحيلي 14 جونفي تحب من الاخر من انت قيس سعيد تحيلي 14 جونفي؟ مش هذاك فهمنا فيه في القهاوي مجالس امانات، كان نحكي شنو قال قيس سعيد ما نعرفش شنو يعجبك شي تو. ماهوش هكا مجالس امانات، راهو انسان ما نحبوش نطيحوا للنيفو هابط برشا. من انت باش تحي تاريخ 14؟ هذه النقطة كانت خلافية يعني نتاع 14 ولا 17. اختي انا سي سفيان بربي بإيجاز نظر لذيق الوقت. معناها واحد يدفن في خوه من داخل فما نعم السعادة. علاش؟ فما فرحة، فرحنا شعب كامل. نحب واحد ماذا بيه في الشرف اللي هو أنه يموت والناس كل تتحرر يمين يسار وسط، ومش مشكلة نتعامل.
نعاركوا ونبنيوا بلادنا، شنو باش يعاودوا لنا عركه اخرى؟ شنو الحكايه هذه؟ استبها فينا معقوله هذا اختي؟ واضح يقعد هذا الملف مثالش سي سوفيين، يقعد هذا الملف يعني محل متابعة نظرا لاختلاف وجهات النظر فيه وفي المقاربة متاع ملف شهداء وجرحى الثورة. نشكرك برشا الأستاذ سوفيين الفرحاني المكلف بالأعلام في منظمة عائلات الشهداء متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.